الإعلامية ساس ديل. هلا مرحبا فيك في فقرة في الصميم. هاي مرحبا. أقدر أقول لك ساس ديل ولا كم الكويت؟ لا ساس ديل. يضايقك لما أحد يقول لك هذا الكومنت؟ ما بضايقني بس خلص ملينا منه. يعني كانت هبة وخالص يعني. طيب إحنا راح نتكلم عن الهبات أكثر. بس في البداية حابة أبارك لك بظهورك في الفيديو كليب مع الفنان خالد بوصخر في فيديو كليب ثلاث دقات أو دقة قلب. إيه صح. لأن إحنا قررناها ثلاث دقات ودقة قلب. فتشابكت الأسامي. طبعاً إحنا أول مرة نشوفك كموديل في فيديو كليب. هذه تحويلة خلينا نقول من الإعلام إلى الموديلينج. لا تجربة. يعني الإنسان حلو يكون عنده تجارب بحياته. وهو خالد بوصخر إجا عندي على العيادة. هو بيشنت عنا. فقال لي إنه كتير حابب يكون معه. قلت له خليني أسمع الغنية إذا حسيتها وحبيتها أي ويل. إذا ما حبيتها لا. حبيتها. قلت له يلا let's do it. الناس فهمتها ان اساس ديل يعني ما توفقت بالتقديم فاتجهت الى الموديلينج، شو تردين عليهم؟ اذا انا ما توفقت بالتقديم مين توفق؟ ما في كله كله ما في. انا كثير توفقت بالتقديم بس انا عندي اياه كله هوايه. يمكن انه يكون مثلا لشهره اكثر، لعوائد ماديه اكثر، ممكن هي ترجع لاساس ديل فاتجهت لاتجاهات يعني اخرى على اساس انه هيدا اذا ما عندي بزنس اكتف اكثر. انا عندي بزنس يعني بيطلع لي يعني قد الاعلام كثير. بس الاعلام هو هوايه، واذا انقارن بالمال صار بطل اعلام. صحيح. لانه صار الانسان بده يعطي ماده مجرد انه يحصل من وراها مال. يعني انا عندها العوائد الماديه مو مهمه بالنسبه للاعلام. ما بربطها. عوائد الماليه كثير مهمه وما بننكر هالشيء. الانسان من دون ماده ومن دون مال ما راح يكون عنده سند ولا راح يكون عنده ظهر. نعم. بالنهاية مالك وقرشك هو يلي بيوقفك ومثل بيقولوا بيخليك عندك سند. تبحثين عن الشهرة؟ الشهرة كتير مهمة. بس انك تعرفي تستعمليها بالطريقة الصح، لأنه أنا ممكن أعمل شهرة وتلاقيني بكرة أكتر ترند أنا على تويتر. أوكي؟ بس تكون نيجاتيف منها هي بوزيتيف لإلي. يعني في فرق. في ناس بتفكر بالمدى القصير فبتعمل شهرة غلط، وفي ناس بتفكر بالمدى الطويل بتعمل شهرة بس بتبلش شوي شوي فيها كرمال يكون عندها مستقبل مثل بيقولوا مبني على أسس صح. بس صورك ساس ديل يمكن عليها انتقادات كثيرة ولليوم انت قاعد تواجهينها، والدليل ان انت وقفت الكومنت، سكرت الكومنت. صح. شو السبب؟ فرق ثقافات. بالنهايه اللي انا بشوفه غيري بشوفه من زاويه ثانيه، وهذا بيزد على ثقافه تبعته، على عاداته، على تقاليده، على علمه، على البيئه اللي تربى فيها. فنحن ما فينا نقول انه هيدا صح وهيدا غلط. بمكان ما هذا غلط لناس معينين، ولناس معينين هذا شيء طبيعي. فهي فرق ثقافات. يعني ما فيني اقول انه صوري غلط، لان صوري عاديه، بس يمكن بعض الناس بشوفوها غلط وانا بحترم لهم رايهم. فانت سكرت الكومنت على اساس ان الباب اللي يجي منه ريح اسده واستريح. مش بس هيك، انا ما بحب الطاقه السلبيه. بالنهايه في ناس مترصدين يعني بيكونوا. احنا اكيد نبتعد عن كل مواضيع مثلا خلينا نقول الدينيه ولا لا الطاقه السلبيه. انه لا لا طاقه سلبيه. يعني جنسيتك من وين؟ او يعني انت بنت الكويت ولا مثلا؟ لا بالعكس، حلو الانسان يحكي بالجنسيه. انت ما تتحملين الكومنتس اللي تجي من بعض المتابعين تكون سلبيه جدا حقك؟ لا لا انا بتحمل، اتس نورمال. بس اجمالا انا بامن بعلم الطاقه كثير، فانا ما بحب شوف كومنت. مش انا يعني، اصحابي مثلا ببيروت وبلبنان، ما هني اوريدي انستغرام اوبن يعني مش. صحيح. بس موجود بالكويت. فهني يعني بيعمل ريفلكشن لهم كانطباع انه انا قادم مكان مثلا يمكن هيك الناس بتفكر. هن ما بيعرفوا انه هيدي فئه كثير قليله. صحيح. فانا كرمال ضلني محسنه الصوره والوضع فخلص خليني اسكرها احسن. وصورك بالانستغرام بالسوشيال ميديا عموما يعني تحسين ان هي يعني ممكن تبث لاي فنانه او اي اعلاميه موجوده في دوله خليجيه؟ للامانه ساس ديل على فكره نحن بطلنا محدودين لهالدرجه انه كدوله خليجيه وعرب وهيك. بس هم كل دوله لها عاداتها وتقاليدها ولها الامور اللي ممكن تمشي. اي نو. بس الانستغرام ايه، بس الانستغرام هو منه ابن المنطقه. الانستغرام هو وورلد وايد. اوكي. وانا بعكس ثقافتي لإلي.
مش ثقافة حدا تاني. الانستغرام اول ما تعملي ابلاي لإلك بتقولي له، بيقول لك انه هيدا بيرسونال اكونت، ما بيقول لك هيدا اكونت بيعكس المكان اللي انت فيه. نو اتس بيرسونال. بس الناس يعني تعرفك كسازديل الاعلاميه الموجوده بالكويت. لا مش بس عندها بزنس بالكويت، يعني انت محسوبه علينا يعني. هلا مش بس الكويت، هيكون بابو ظبي كمان وبيروت. يعني هو اجمالا مثل ما انا بعني عم بوصل، بالعكس الانسان بيفرض انه حلو. يعني انا شغله كثير عم بحاول انه اعطيها للناس، حلو الانسان يتقبل الاخر مثل ما هو. مش ضروري انا اكون مثلك ونفس شكلك ونفس عاداتك حتى تحبيني. لا، حلو الانسان، انا بحبك مثل ما انت، خلص هيدا كاركتر لك، هذا التعايش مثل بيقولوا. يمكن انا لانه خلقاني ببيئه فيها 13 طائفه، فيها تعايش كثير. سازديل والانتقادات اللي يعني توجه لك بشكل خلينا نقول مستمر ودائم، سازديل والاغراء، يعني ابتعدنا كليا عن موضوع الاعلام والبزنس الخاص اللي انت قاعد تسوينه حق نفسك. بالعكس، الاغراء يزعلك موضوع ان سازديل تميزت بالاغراء اكثر ما هي تميزت كاعلاميه عندها مضمون وهدف ومحتوى؟ على فكره انا اشك بهذا الكلام، لانه لو انا تميزت بهذا الشيء مثلا بالبزنس تبعي صار له بس سنه، هلا صار فرانشايز، يعني اشتريته وكالات عندي، معناتها لو ما هو ناجح وفي بروفيت عالي وفي انكم عالي والناس عم تحكي فيه، ما كان سمع واكثر هلا من دوله اخذوه كاسم. فهيدا الشيء اشك فيه. بالنسبه للاغراء، شوفي السوشيال ميديا بعدين. السوشيال ميديا لو احط مثلا لو احط مثلا بس هاشتاج سازديل تطلع لي كل الصور وكل الاكونتات اللي كاتبه عن الاغراء اللي يظهر بصور سازديل. يمكن احنا شخصيا لانه ما نعرفش، لكن الناس تعكس مثلا على الصور، مش نعرف ان هذه ثقافه وعادات واحنا نحترمها، لكن هذا المتداول سازديل. خلينا نكون صريحين، لا هيدي الجوسب اكونت. ما نحن بالنهايه الميديا للاسف الاعلام صاير كرمال ينجح بده يركز على الجوسب، وانا عم نتلو ماده وغيري عم نتلو ماده. فانت مستقصده انها تكون ماده سازديل في السوشيال ميديا هذه الصور؟ لا، لان احنا لاحظنا في الاكونتات ان الاغلبيه يقولون سازديل ما تصور الا بهذه الوضعيات وتكون يعني معطى ظهرها للكاميرا. فهل هذا مستقصد سازديل ولا انه هو شفت ان الموضوع والله لا الموضوع فتح عليه ابواب حلوه للشهرة؟ انا شوفي اكونتي بانستغرام، شوفي اكونتي بانستغرام، انا ما في عندي بظهري الكاميرا، يعني يمكن صوره صورتين الباقي كله من قدام، يعني عادي. يعني مستقصدينك الاكونتات؟ مش مستقصدين، هني مع فاشلين. الانسان الفاشل شو بده يعمل؟ بده يلاقي ماده يحكي فيها. زين، انت تشوفين انه هم خلينا نتكلم عن المستوى الخليجي، انت تشوفين في خليجيات قاعد يسوون اكثر من اللي تسويكم؟ انا ما ب... يعني ما ب... ما بحب احكي يعني بجنسيات. فاشينيستاز وبلوجرز، ما بحب احكي بجنسيات، بس انه عم بحكي اوفرول. يعني العرب اجمالا صايرين عم بغطوا بحركاتهم عن الاجانب. الاجانب عم بيتصرفوا بطريقه طبيعيه، يعني هيدي طبيعتهم هيك. بس نحن في بعض الاشخاص لا، اوفر لحتى ياخذوا فيورز. يعني الاخر اشاعه قالوا لنا احنا الحين سازديل متزوجه برجل خليجي ثري، وانت مجهزه الابتسامه قبل السؤال. فهل هذا الحكي صحيح عشان احنا نسد كل اشاعه ممكن تنقال من بعد هذا اللقاء؟ هو انه في سحابه خبر الزواج نوعا ما، بس انا يعني ما بدي. شو بالنسبه من صحه هذا الكلام؟ على قولتهم من ثاء خاء، يعني ثري خليجي. هلا ما بدي اتدخل بالجنسيات كمان، بس انه اكيد انا اكيد يوم من الايام بدي اتزوج وبشخص بحبه وراح يبني. اكيد اذا تزوجت حيكون زواج عن حب طبعا. دبلوماسيه سازديل؟ ماني دبلوماسيه، بس هيدي سنه الحياه. تعطيني اجابات صريحه واحنا في الصميم، لازم نضرب بالصميم. فا اي ولا لا؟ كان في مشروع زواج مثلا وتاجل او تكنسل؟ لا لا ما تكنسل. يعني قريبا نقول ان مبروك على الزواج. هو الزواج ما هيقولوا مبروك عليه، اذا صرت بريجننت هيقولوا مبروك على الزواج. الزواج في الحاله الثانيه ساعتها بالحاله الثانيه، لان انا ما راح اعلن عنه الا بالوقت المناسب. يعني ما راح تعلنين لان لما تحملين مثلا ولا شنو؟ اوكي تمام. نتمنى لك سازديل كل التوفيق. شكرا على تواجدك معنا. ثانك يو. تسلمي. شكرا، موفقه.